وللحديث حول الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العراق وأثرها على الحالة المعيشية للمواطن العراقي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور طارق الأنصاري. مرحبا بك معنا. مرحبا وسهلا بكم وقناة الكريمة وبالإكرام. أهلا بكم. المالية النيابية تقول إن الفساد تغلغل في جميع مؤسسات الدولة ويحتاج إلى حكومة قوية لمكافحته. إلى أي مدى يمكن أن يثق المواطن العراقي في سياسات الحكومة المبنية على اقتراض شفاف برأيك؟ سيدي الكريم، بالنسبة إلى موضوع الاقتصاد العراقي وإدارته، المشكلة ليس في مشكلة الفساد فحسب، وإنما المشكلة في فلسفة إدارة الدولة أولا، وفلسفة إدارة الملف الاقتصادي. السؤال المهم والمحوري موضوع إدارة الاقتصاد، هل العراق يحتاج إلى قروض داخلية وخارجية لسد العجز المالي في الموازنة؟ الجواب كلا، العراق لا يحتاج إلى أي قرض مالي، وهذا سبب من أسباب انهيار الاقتصاد العراقي ووضعه في نقطة محرجة نسميها النقطة الصفرية أو منطقة الرخوة اللي هي نسميها السوفت ستي. بسبب تقاسم الغنائم وبسبب عدم وجود إدارة رشيدة في ملف الاقتصاد العراقي الذي هو يعتبر ثاني أكبر احتياطي عالمي ورابع مصدر دولي في النفط، وحجم الاقتصاد العراقي مع الاسف ان يصل الى هذه المرحله الصفريه بسبب الاقتصاديه التي لا وهنا ننتقل دكتور الى الاحصائيات الرسميه والدوليه التي تؤكد ان الوضع الاقتصادي في العراق على شفا الانهيار. هل قدمت الحكومه حلولا لمكافحه الفقر وحل الازمه الاقتصاديه ورفع المعاناه عن المواطن العراقي؟ لا 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 توجد هنالك حلول جذريه، وانما هنالك حلول ترقيعيه في اداره الاقتصاد. حلول ترقيعيه في السياسه النقديه وكذلك في السياسه الماليه والسياسه الاستثماريه، مما ادى الى ان يكون الانهيار او على شفا انهيار للاقتصاد العراقي بسبب هذه السياسات المنفلته والضبابيه في اتخاذ الاجراءات والمعايير في اداره الاقتصاد. مما سبب انعكس ضغطا شعبيا على المواطنين بحيث اصبح المواطن لا يستطيع ان يصل الى قوته، وبالاخص موظفي الدوله الذين هم والمتقاعدين كذلك وصلوا الى حد الانهيار وفقدان القوت اليومي للمواطن بسبب هذه السياسات الفاشله والغير منتجه ومجزيه في الاقتصاد العراقي. طيب دكتور، في ظل عدم وجود حلول حقيقية من الحكومة لحل الأزمة الناتجة عن كورونا، وفي ظل ترجيح الأمم المتحدة بلوغ معدلات الفقر في العراق إلى 40%، ما تصورك للأوضاع المعيشية للمواطن العراقي في الفترة المقبلة؟ الفترة المقبلة بالنسبة للمواطن العراقي أكو فد متنفس اقتصادي الحقيقة، بعد أن يتخذ السيد رئيس الوزراء بعد عودته من امريكا، اعتقد هنالك بعض الاجراءات التي نعتبرها ترقيعيه او اطفاء الحرائق. هذا لا يجدي لاطفاء حريق كامل يعم البلد من شماله الى جنوبه، وهذا السبب هو بسبب الفساد المستشري في دوائر الدوله وجميع مرافق الدوله، من منافذ الى سياسه نقديه الى بنك مركزي الى مشاريع وهميه، والى فقدان العراق الى اكثر من 384 مليار دولار ذهبت الى جيوب الفاسدين من مشاريع وهميه ومعدلات صرف السعر ما بين البنك المركزي وما بين سعر الصرف الموازي للسوق، مما ادى الى ان يقع العراق في اقتصاد العراق في المنطقه الصفريه. فعليه اتخاذ الاجراءات الكفيله والسريعه
من أجل إنقاذ هذا الاقتصاد عن طريق اتخاذ ثلاث أو أربع إجراءات يجب أن يتخذها حتى يستطيع أن يذهب في هذه المهام، ولكي يضمن حياة رغيدة مرفهة للمواطن العراقي الذي دائما منذ 17 سنة في موضوعات الاقتصاد. وأنا في الحقيقة أريد أن أسألكم عن هذه الإجراءات لو سمحت دكتور، يعني في مقال لكم طرحتم مشروع لإنقاذ المواطن العراقي من أزمته، ما النصائح، ما الإجراءات التي ترون أنه من الممكن أن تخفف من أعباء هذه الأزمة؟ الحقيقة أنا في مقالتي حول موضوعة الاقتصاد العراقي في المقالة أشرت إلى عدد من المؤشرات، أنه باد جوفرمنت مانجمنت، الإدارة الحكومية السيئة التي انعكست على المواطن بشكل سريع جدا، مما أدى إلى ضغط عائلي وإنساني وعدم وجود وضوح في اتجاهات المواطن لتكريس حياته، لا تعليم، لا صحة، عدم وجود سيولة نقدية أو سائل نقدي يستطيع المواطن أن يؤدي إلى سد حاجياته اليومية. الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هي إجراءات سريعة، أولاً إعادة هيكلية الاقتصاد العراقي بسياسته النقدية وسياسته المالية والاستثمارية. اثنين إصدار أمر فوري من الدولة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل الذين عبثوا من الاقتصاد العراقي وهربوا أموال الدولة إلى دول الجوار، وهروب أكثر من 80% من رأس المال العراقي الذي يستند عليه الشعب. هذه نقطة. والنقطة الأخرى إبعاد جميع العاملين على إدارة دفة الاقتصاد العراقي، لأنه أصبحوا جزءا من المشكلة وليس وليس حل للمشكلة. أشكرك جزيلا الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور طارق الأنصاري، كنت معنا من بغداد.